أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع الثالث عشر لمادة ومنهاج من الألف إلى الياء، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. بداية عزيزي الطالب أبدأ بذكر الأهداف لهذا الأسبوع. أن يميز الطالب جمع التكسير في اللغة العربية ويتعرف على اللام الشمسية واللام القمرية ويميز النكرة من المعرفة في جمل من إنشائه. سوف نتطرق أعزائي الطلبة في بداية هذا الأسبوع إلى القاعدة النحوية والتي بعنوان جمع التكسير. وجمع التكسير يا عزيزي الطالب هو جمع يتم تغيير الكثير من الأحرف في الاسم المفرد ودون الاعتماد على قاعدة ثابتة، وهذا سبب تسميته بجمع التكسير، لأنه يكسر الكلمة ويغير أصلها، على عكس جمعي المذكر والمؤنث، واللذان يكتفيان بإضافة حرفين إلى نهاية الاسم المفرد دون تغيير تركيبه الأصلي. ومن الأمثلة على جمع التكسير عزيزي الطالب، فكلمة كتاب عند جمعها تصبح كتب، وأيضا رجل رجال، وأيضا قلم أقلام. وفي هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب أيضا سوف نتطرق إلى العديد من أوراق العمل التي تدعم هذه القاعدة وتعزز هذه القاعدة عند الطلبة، ثم سوف ننتقل للإجابة عن التدريبات في كتاب التطبيقات رقم 1، وهذه التدريبات خاصة بالقاعدة النحوية جمع التكسير. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى النكرة والمعرفة، حيث ينقسم الاسم من حيث الدلالة على المسمى إلى قسمين، نكرة ومعرفة. النكرة هي الاسم الذي يدل على مسمى عام شائع غير معين، مثل رجل، امرأة، دولة، وتمتاز بأنها تقبل دخول الألف واللام، رجل، الرجل، كتاب، الكتاب. المعرفة هي الاسم الذي يدل على مسمى معين، وتشمل الاسم العلم، الضمير، اسم الإشارة، الاسم الموصول، الاسم المسبوق بأداة التعريف، والاسم المضاف إلى اسم معرف، ولتعريف الاسم المنكر تدخل عليه أداة التعريف، مثل مطار، المطار، أو تضيفه إلى اسم معرف، مثل سيارة، سيارتي، سيارة خالد. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى مراجعة القواعد النحوية جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وسوف نقوم بالعديد من الأنشطة التفاعلية داخل الغرف الصفية والتي تدعم هذه القواعد النحوية التي قمنا بالتطرق إليها سابقا وجديدا. وأيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى كتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، تقوم من خلالها بمعرفة القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا. وأيضا سوف نقوم بالذهاب إلى المكتبة عزيزي الطالب وقراءة العديد من القصص وتحديد عناصر القصة لهذه القصص، وهي الشخصيات، الزمان والمكان، والعقدة والحال، والأساليب والتقنيات الموجودة في هذه القصة. سنقوم بتحليلها عزيزي الطالب، وفي نهاية هذا الأسبوع سنقوم بكتابة جريدة صفية وإلصاقها داخل الغرفة الصفية. هذه الجريدة تحوي الكثير من الأخبار الثقافية والفنية وغيرها من الأخبار، وسيقوم الطالب بقراءة ما تم جمعه ووضعه في هذه الجريدة أمام الطلبة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الثالث عشر، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي الطلبة، وإلى اللقاء في أسبوع جديد.